بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله والحبة الأكارم والأفاضل، من هنا من رحاب طيبة الطيبة، أسعد الله صباحكم بكل خير، وإلى تغطية جديدة من سلسلة تغطياتنا عن مطاعم المدينة المنورة. ونحن اليوم في صباح يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الثاني لعام 1441 من الهجرة النبوية الشريفة، ومطعمنا لهذا اليوم والتغطية ستكون عن مطعم في ممشى الهجرة. هذا هو ممشى الهجرة، معروف ما شاء الله، مقابل شاورما كينج، مطعم العم قاسم. هذا أحد المطاعم المشهورة تحديدا في منطقة مكة المكرمة، لديه 3 فروع في مكة المكرمة، وفتح فرعا هنا في المدينة المنورة. ومشهور العم قاسم أو مطعم العم قاسم بالعريكة، سندخل داخل المطعم، وهو أيضا مشهور بالأكلات اليمنية. ما شاء الله تبارك الرحمن، الآن ندخل داخل المطعم. ما شاء الله، هذا أحد أصناف العريكة، هي عريكة العم قاسم، عريكة عادية إلا أنها تحتوي على بعض المكسرات. ما شاء الله، يوجد عنده أيضا قسم للعوائل وقسم للأفراد. ما شاء الله، ندخل. هذا مطعم، هذه الأصناف أيضا، ما شاء الله. هذه الأصناف الموجودة في المطعم، ما شاء الله، معصوب وعريكة، طبق طواجن بالإضافة إلى بعض المشروبات. واليوم فطورنا مع الشيخ حسام. السلام عليكم. الله، الشيخ حسام، اليوم مطعمكم اللي في مكة صار عندنا في المدينة، كيف الوضع؟ افتح لنا الصحن هذا عشان بس نوريهم. هذه عريكة العم قاسم المشهور فيها، معصوب العريكة، عريكة عريكة المكسرات بس 18 عشان ما نظلم احد، 18 نسوي تخفيضات. ها، وين الكبدة؟ ولو انه اسعاره غالية لكن يمكن الكمية تفرق، او يمكن الشغل يفرق، الله اعلم. طبعا هذا ايش يسموه؟ ملوح. ها، بس شو هذه الفروع اللي عندهم، مكة المكرمة، شارع منصور، حارة يمن. حارة يمن، عدو الشيخ هنا من مكة يعرف حارة يمن، حارة محمد نور، بالله محمد نور. طيب، هنا طلع النور مثلا لعيب، لكن كلهم ياخذ هنا، بالله هذه دعايه لمطعم. ها، يعني انت حتصير لاعب يعني بعد كذا. هنا مكه المكرمه شارع 60 ألف، محطه المعطاني ولا ايش، والمعطاني ولا ايش، المعطاني. وهنا الشرائع مخطط 4 شارع 40. يلا، والان المدينه المنوره طريق مساكين، هنا فرع واحد شارع، ايوه مساكين فرع واحد، خلاص احنا حدنا واحد، مطعم واحد عشان نجي عليه. طبعا المحلي، محل الافراد يعني صغير، يحتاج يطور فيه، لكن العوائل ما شاء الله قسم كبير، ونسأل الله ان يبارك في اصحاب المحل. يلا، نترككم في رعاية الله. يلا ابدأ يا شيخ حسام، ابدأ. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.